أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن دعوة وزير الداخلية الإمارات إلى إغلاق السجون في المحافظات الجنوبية وإخضاعها للنيابة وأبعاد بقاء المنظومة الأمنية خارج سيطرة الحكومة الشرعية. دعا وزير الداخلية أحمد الميسر الإمارات إلى ضرورة إغلاق السجون في المناطق المحررة والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء. جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في العاصمة المؤقتة عدن. وشدد الميسر على ضرورة تطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة. من جهتها أكدت الهاشمي على ضرورة العمل معا لتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل التي تعيق الحكومة الشرعية عن أداء مهامها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد بقاء السجون السرية التابعة لدولة الإمارات في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، ومدى إمكانية سيطرة الحكومة على الوضع الأمني في المحافظات المحررة في ظل التوسع الإماراتي. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. ما إن وطأت قدم هذه الوزيرة مطار عدن حتى تبدت الملامح الجديدة للعلاقات اليمنية الإماراتية التي تتشكل على وقع الاتهامات الدولية للإمارات بارتكاب انتهاكات إنسانية بحق المئات من السجناء المغيبين في سجون سرية، وإشارات واضحة لأبوظبي بالعمل على إضعاف الحكومة الشرعية. وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي هي أرفع مسؤول إماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن منذ بدء الحرب، في أجواء تتسق مع المرحلة الجديدة من القبول الظاهر بالواقع الجديد الذي يتشكل في عدن إثر عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته عودة نهائية إلى البلاد، وبعد أن هيمن لسنوات البعد العسكري والإملاءات من الجانب الإماراتي في المناطق المحررة من اليمن. من بين لقاءات عديدة أجرتها الوزيرة الإماراتية تسلطت الأضواء على لقائها بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري الذي بحث معها التعاون الثنائي في المجال الأمني بصفته الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد وللحياة بسكينة وأمان بعيداً عن أيادي الغدر الإرهابية التي تعبث بأرواح الناس وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية سبأ. أهم ما أكد عليه الوزير الميسري في هذا اللقاء ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين اليمن والإمارات بناءً على ما تمخض عن لقاءاته مع القيادات الأمنية الإماراتية في أبوظبي من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة، غير أن الأكثر أهمية هو تأكيد الميسري ضرورة إغلاق السجون التي تديرها الإمارات في اليمن والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف. الوزيرة الإماراتية أكدت أن بلادها ستولي الاهتمام بكافة النقاط التي تم مناقشتها، وذلك للعمل معا من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية في هذه المرحلة المعقدة التي تمر بها اليمن. انكشف إذن ما أرادت الأطراف تفادي الاعتراف به رسميا، والأمر هنا يتعلق بمصادرة الإمارات للصلاحيات الأمنية السيادية للشرعية وممارسة العنف والتعذيب والتغييب بحق المئات من اليمنيين الأبرياء، فيما يراد للحكومة أن تكتفي بالنفي أو التقليل مما يقال بهذا الشأن، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه بات مستحيلا على ما يبدو، لا لأن الحكومة قوية بما يكفي، بل لأن المجتمع الدولي لم يعد بوسعه أن يصمت عما يجري أكثر من ذلك. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن المحامي حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. أرحب بك أستاذ حسين. وفي البداية، هناك إدانات دولية ومحلية متكررة وتقارير تؤكد وجود سجون سرية في المحافظات الجنوبية، إلى أين وصل تحقيق اللجنة في هذا الملف؟ أخي أول في البداية يعني أشكر لكم اهتمامكم بهذا الملف الذي دائما هو الطموح. موضوع السجون والاعتذارات المعتدلين وما يحصل من انتهاكات في هذه السجون سواء في عدن أو جميع المحافظات هو موضوع لم يطرح الآن بل هو أستاذ حسين. سمع.
نعم، هناك يبدو مشكلة إشكالية في الصوت. هلأ كررت لنا ما يعني تحدث عنه بخصوص موضوع السجون السرية. نعم، تفضل. الموضوع غير إعلاميا وصعد مع التصريحات التي ومع ضغط المنظمات الدولية ومع التصريحات الحكومية لأنها قامت بالعنف. إذن يبدو أن الاتصال قد انفصل مع المحامي حسين المجدي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى حين إصلاح هذا الخلل. مشاهدينا الكرام، إذن كانت هناك تقارير دولية ووكالات دولية تتحدث عن وجود سجون سرية في الإمارات يتم فيها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان. هناك جهود إماراتية تجري الآن لمحاولة إصلاح هذا الوضع على ما يبدو، وهناك أخبار تتحدث عن لقاءات على مستوى الرئاسة كذلك. إذا ينضم إلينا الآن من الدنمارك إحسان عادل، المستشار القانوني في المركز الأورو متوسطي من الدنمارك. إذا أهلا بك أستاذ إحسان. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. إذا أستاذ إحسان، كثير من التحركات الدولية والمحلية عن السجون السرية في عدن، كيف تنظرون أنتم كمنظمات حقوقية لهذه الوقائع، وما هو الجديد بالنسبة لتحركاتكم؟ نعم، يعني في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الوقائع هي يعني جزء من ضغط وحالة مستمرة منذ مدة في الحقيقة، خصوصا بعد تقرير لجنة الخبراء المعنية باليمن والذي كان واضحا فيه مسألة وجود سجون سرية موجودة في اليمن من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد ذلك التقرير الذي يصدر عن الأمم المتحدة. في النهاية كلجنة خبراء هي كانت منتخبة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة أن بعض من تلك السجون يتبع للدول التي المشاركة في فيما يتعلق بالنزاع في اليمن، والتي يفترض أنها تدخلت من أجل حماية المدنيين مثل ما يتعلق بدولة الإمارات، وهذا كان واضحا فيما يتعلق بالتقرير. فهذه الوقائع الموجودة الآن والحراك الموجود الآن هو استمرار لهذا الضغط من أجل الوصول فعليا إلى أن هذه الانتهاكات، التعذيب الحاصل أو الظروف غير الإنسانية سواء فيما يتعلق بأشخاص يمنيين من الذين لهم صلة بالنزاع أو معارضين أو حتى مهاجرين غير شرعيين يتعرضون لظروف قاسية جدا ولا إنسانية، وهذا الحراك الحاصل الآن هو ضغط إضافي ودفع إضافي باتجاه أن يتوقف أو أن يعني يكون هناك محدودية على الأقل في مستوى هذه الانتهاكات. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ إحسان. يعود إلينا مشاهدينا الكرام السيد حسين المجدلي، أهلا بك مجددا أستاذ حسين. أرجو أن يكون الصوت هذه المرة واضحا، حدثنا عن جديد تحقيقات اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حول السجون السرية في المحافظات الجنوبية. أستاذ حسين تفضل. لا زال هناك إذن خلل في التواصل من عدن. أعود إليك أستاذ إحسان. في الجديد حول هذا الملف أستاذ إحسان، الكثير من التحركات والأخبار من قبل مسؤولين إماراتيين أو من قبل أيضا مسؤولين موالين للإمارات يمنيين أتحدث عنهم، حول إنكار وجود سجون سرية تديرها الإمارات في المحافظات الجنوبية في اليمن. هل يمكن القبول بمحاولات الإنكار هذه؟ يعني في الحقيقة أنا باعتقادي أن محاولات الإنكار هي غير دقيقة على الإطلاق، لأن أولا كما ذكرت آنفا هذا الأمر لم تتكلم فقط عنه منظمات محلية، بل تكلم عنه منظمات دولية عديدة، تكلمت عنه الأمم المتحدة، لجنة الخبراء في تقريرها إلى مجلس الأمن، شهادات العديد من الشهادات التي صدرت، وكالة الأسوشيتد بريس كانت أيضا أصدرت تقريرا عن تسريبات تتعلق بالتعذيب الحاصل في سجون تتبع أو تسيطر عليها ما يعرف بقوات الحزام الأمني، والتي اعتبرت تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق باليمن بأنها قوات موالية للإمارات أو أنها بصورة من الصور تتلقى أوامر من الإمارات. بالتالي مسألة الإنكار هي مسألة باعتقادي عبثية، وإذا كان هناك حقيقة يعني نية لدى المعنيين ب يعني أن يظهروا أو يثبتوا بأنهم لا ينتهكون حقوق الإنسان، فلتفتح هذه السجون وليدعى الخبراء
خبراء الأمم المتحدة وخبراء لجنة التحقيق والمنظمات الدولية والحقوقية إلى زيارة هذه السجون والاطلاع على ما فيها. الإخفاء هو الدليل ومؤشر أيضا إضافي على أن الادعاءات التي تقول بأن هناك انتهاكات تحصل في سجون سرية تخضع للإمارات هي حتى الآن فيما يبدو أنها حقيقة، ولم يصدر حتى الآن نفي حقيقي من خلال دعوة لجان التحقيق لزيارة هذه السجون. يعني قبل أيام أو قبل يومين تقريبا أو ربما بالأمس تحدث يعني في خبر لتحركات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كانت تزور مدير الأمن في عدن شلال شائع الذي يقال أنه موالي للإمارات، وتحدث مدير الأمن على إمكانية تنسيق زيارات مفاجئة كما يقول إلى الأماكن التي يقال أن فيها سجون سرية. إلى أي مدى يمكن بتقديرك أستاذ إحسان التعامل مع هذا الأمر وكأنه تعزيز لأنه هناك ليس يعني ليس هناك من سجون سرية بالفعل؟ يعني في الحقيقة هذه الدعاوى هي بالمناسبة ليست المرة الأولى، في مرات سابقة كان يقال أو تصدر دعوات مثل هذه الدعوات، لكن على أرض الواقع تكون فقط للاستهلاك الإعلامي ولم يكن هناك تحرك جدي وسماح فعلي باتجاه أن يتم زيارة هذه الأماكن التي تم توثيق بأنها تعد أماكن كسجون سرية. بالإضافة إلى ذلك هناك تنويه مهم أريد أن أشير إليه، وهو أن حتى وزارة الداخلية اليمنية قالت، أنا أقصد هنا طبعا بوزارة الداخلية اليمنية، وزارة الداخلية التي تتبع للحكومة الرسمية، كانت قالت بأن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت مهاجرين إلى مركز في عدن، و أقرت بأن لا سيطرة لها على الوحدة النخبوية المعروفة بقوات الحزام الأمني، وفي نفس الوقت قالت بأن يعني هناك أحيانا يكون تنسيق مع هذه القوات فيما يتعلق بنقل مهاجرين والإشراف على بعض العمليات اللوجستية، وهذه القوات التي كما ذكرنا هي معروف بأنها تتبع للإمارات، والتي أيضا تقارير سابقة قالت بأن عمليات النقل التي تقوم بها يحدث فيها العديد من الانتهاكات المهولة فيما يتعلق بوضعية المهاجرين أثناء الانتقال والشاحنات التي يوضعون بها والتكديس الذي يتم، ظروف الهواء والظروف اللاصحية التي يقومون بها. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ إحسان. أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، الصحفي عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب هل تسمعني؟ إذا يبدو أن هناك إشكالية في التواصلات اليوم من عدن. مشاهدينا الكرام، أعود مرة أخرى إليك أستاذ إحسان. هناك من يطرح على أن من المحتمل أن يتم نقل السجناء المتواجدين في السجون السرية التي تديرها الإمارات في المحافظات الجنوبية إلى أماكن أخرى ربما تكون خارج اليمن، ومن ثم عمل دعوات للمنظمات لزيارة أماكن ادعاء وجود سجون ولا يوجد فيها أي أحد سيكون في ذلك الوقت. إلى أي مدى يمكن أن تحدث مثل هكذا خطوة أستاذ إحسان؟ يعني في الحقيقة فيما يتعلق بهكذا دعوات وكنا سمعنا بها، و يعني أريد أن أنوه، أولا فكرة نقل المعتقلين من داخل اليمن إلى خارجه ومعتقلين يمنيين بحد ذاتها تمثل انتهاكا، خصوصا إذا ما تكلمنا في هذه الحالة عن أنه لا يوجد أي مسبب أمني، لا يوجد هناك خطورة أمنية تستدعي مثل هذا النقل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في النهاية نحن ما يهمنا كمنظمات حقوقية هو أن يكشف مصير هؤلاء المعتقلين، وأن يكون هناك متاحا لأهاليهم زيارتهم، وهذا بالتأكيد سوف يكون في حال تم نقلهم إلى خارج اليمن، هذا سوف يعيق يعني الزيارة من قبل عائلاتهم، وهذا بالتالي يحرمهم من حقوقهم. ومن ناحية أخرى أن يكون هناك محامي دفاع لهم. في النهاية أكرر، ما يهمنا كمنظمات حقوقية هو أن يكشف مصير هؤلاء، هو أن
يكون هناك متاحا لعائلاتهم زيارتهم، متاحا لمحاميهم الدفاع عنهم. بعد ذلك كله يمكن طبعا عندما يعني يصبح متاحا التواصل معهم، عندها يمكن لنا كمنظمات حقوقية أن نعرف بوضوح أين كانوا وأين كانوا، أين نزلوا خلال الفترة الماضية، أين تم احتجازهم، وبالتالي عندها يثبت بوضوح مسألة ما إذا كان فعليا بأنهم كانوا في سجون سرية أو بأنهم كانوا كما تقول الإمارات بأنه لا يوجد سجون سرية وبأن أماكنهم معروفة. وهذا كما ذكرت المسألة التي ينفيها الواقع، لو كان لا يوجد سجون سرية فأين هؤلاء المعتقلين الموجودة أسماؤهم والذين يعتبروا مخفيين قسريا منذ أكثر من سنة ونصف؟ طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ إحسان. أرحب مرة أخرى بمن عاد إلينا كما يبدو، الأستاذ حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهلا بك مجددا أستاذ حسين، أرجو أن يكون صوتك واضح، تفضل. أستاذ حسين. نعم. إذا أستاذ حسين، كنا نتحدث عن الجديد فيما يخص السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ما طبيعة اللقاءات وما طبيعة ما توصلتم إليه خلال هذه اللقاءات التي قمتم بها في عدن؟ أما سلفت بالنسبة للجنة هي تمارس عملها في موضوع المعتقلين والاعتقالات والاعتقالات الغير رسمية منذ تأسيسها، وفي سر أن اللجنة في عدن ولحج وأبين يعني رصدت أكثر من 300 وما يقارب 300 حالة، يعني تم التحديد فيها، أنا في التحديد في أكثر من 300 حالة اعتقال غير قانوني، واللجنة أيضا بصدد إصدار تقرير مفصل عن هذا الموضوع، لكن الزيارات التي قمنا بها الآن تأتي أيضا بدل أو في إطار خطة اللجنة في مسألة التحقيق في هذه الاعتقالات والتصريحات التي أطلقتها الحكومة وأطلقها مع رئيس الحكومة عن عدم وجود معتقلات. هناك اشراف وسلطه لوزاره الداخليه وللقضاء على كل والسلطه القضائيه ايضا على كل المعتقلات وعلى كل السجون الموجوده في محافظه عدن وفي كل محافظات الجمهوريه. لكن الجديد ايضا بالنسبه لنا اننا التقينا بقائد قوات مكافحه الارهاب والتقينا ايضا بمدير امن عدن، التقينا بعدد من السلطات المسؤوله والمعنيه على هذا الملف، طرحنا عليهم ما لدينا من قوائم، طبعا اكثر من 60 شخص كانوا مخفيين قسريا، اصبح العدد لدينا الان حوالي 41 شخص الذي لم نصل الى نتيجه بشانهم، لا زالوا مخفيين ونامل وعدونا بالبحث عنهم او بتابعه اللجنه عن مصيرهم، ونامل ان يتم التعاون في هذا الموضوع وان شاء الله نحن نتابع هذا الملف ولن. طيب استاذ حسين، بما يخص ال 19 شخص الاخرين، تقول هناك 60 شخص، 41 منهم لم تصلوا إليهم بعد، ماذا عن البقية؟ هل لديكم معلومات حول أماكنهم؟ أستاذ حسين، أستاذ حسين، هل الصوت واضح بالنسبة لك؟ قطع الاتصال مرة أخرى، يبدو أن هناك خلل في اتصالات من عدن. بالعودة إليك أستاذ إحسان، إذا يبدو أن هناك نوع من التحرك بالنسبة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تثمر هذه التحركات الحقوقية في الكشف عن أماكن اعتقال هؤلاء المختطفين، وكذلك بالمقابل في إخراجهم من الوضع ومن يعني التعذيب الذي يتعرضون إليه في حال تأكدت التقارير الدولية بهذا الخصوص؟ يعني في الحقيقة أنا يعني يفترض بها جدا أن تثمر، لأن هذه اللجنة هي منبثقة عن الحكومة الرسمية في اليمن، وهذا يعني بأن هذه اللجنة لها الصلاحية الأولى، هي صلاحية الأصيل، كل الأطراف الأخرى الموجودة في اليمن فيما يتعلق بالتحالف العربي والقوات التي جاءت ضمن التحالف هي أتت ضمن إذن من الحكومة الرسمية اليمنية، بالتالي هذه اللجنة الآن منبثقة عن الحكومة اليمنية وبالتالي لها صلاحية الأصيل، ويفترض بها أن تصل إلى نتائج، وأن هذه النتائج يبنى عليها يعني توصيات وأفعال، بمعنى أن
إذا قالت هذه اللجنة بأن هناك سجون سرية وبأن هذه السجون يجب أن يكشف عنها، وطالبت مثلا من السلطات الإماراتية بأن تقوم بتقديم كشوف معينة أو حتى بأن تسلم هذه السجون للقوات اليمنية، من المفترض بالتأكيد للإمارات أو لغيرها أن يقوم بهذا الأمر، وفي حال لم يفعل ذلك يصبح في هذه الحالة يصبح تواجد هذه الدولة في داخل اليمن يصبح تواجد غير قانوني، لأنها تكون تجاوزت الإذن الذي منح لها من قبل الحكومة اليمنية، حتى يصبح بمعنى آخر صورة من صور الاحتلال وفق القانون الدولي. طيب، يعني في سياق حقوق الضحايا الذين يعني هم مغيبين وهم مخفيين قصرا في السجون السرية، ما هي الإجراءات التي يمكن عملها يعني الحفاظ على حقوقهم وتأكيدها وكذلك تعويضهم في فترة ما؟ نعم، يعني دعنا هنا نوضح مسألة مهمة جدا، هي أن ما يتعلق بالتعذيب، التعذيب هو من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، هذا يعني أنه سواء في الظرف الحالي أو بعد سنوات عندما يكون اليمن في حالة أكثر استقرارا أو حتى بعد زمن طويل، في أي حالة من الأحوال حالات التعذيب هي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، يمكن للضحية أن يتقدم بها ويمكن حتى لذوي الضحية في حال وفاة الضحية التقدم بما يتعلق بهذه الجريمة. هذا يعني بأن نتكلم هنا عن مسارين، المسار الأول ما يتعلق بالجانب الجنائي، عند سيطرة أو عودة السيطرة والاستقرار للحكومة اليمنية يمكن لها أن تقوم بالمحاكمة جنائيا لمن يثبت بأنهم قاموا باقتراف جرائم التعذيب سواء من اليمنيين أو من غيرهم. أيضا يمكن للحكومة اليمنية أن تقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالانضمام بحيث تطلب منها التحقيق فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي حدثت في اليمن، لأن المحكمة الجنائية الدولية تختص بهذا النوع من الجرائم. المسار الآخر هو مسار التعويض المدني، بمعنى أن ما تفضلت به وهو مسألة تعويض الضحايا، هناك صندوق خاص في الأمم المتحدة من أجل دعم ضحايا التعذيب، الحكومة اليمنية أيضا يمكن أن يكون عليها مسؤولية في هذا الجانب. فضلا عن كل ذلك، الجهة المسؤولة عن التعذيب مثلا الإمارات في حال ما ثبت بأن هناك أشخاص قاموا بمسؤولية وتوجيه من الدولة، فهنا تكون الإمارات أيضا كدولة مسؤولة عن تعويض الضحايا. وضعت هذه النقاط، أشكرك جزيل الشكر أستاذ إحسان عادل المستشار القانوني في المركز الأورو متوسطي، كنت معنا عبر الهاتف من الدنمارك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات زميل محمد عبد المغري منتج الحلقة وجميع العاملين في الطاقم الفني، إلى اللقاء.